اليوم راني مشارك في المعرض تاع التمور تاع مشونش. بالنسبه للتمور اللي عندنا انواع هاي قدامكم، كاع عندنا ليتيما، عندنا الغرس، عندنا دق التنور، عندنا تاكسيبا، عندنا لارشتي، عندنا بزاف الانواع اللي كاين عندنا. بالنسبه للجوده، الجوده بالنسبه للتمر تاع مشونش احسن من تمر طولقا في البنا، لانه الماء تاع مشونش عذب. عندنا مش دقله ثانيه كيف في طولقا على مثال كاينه ولا هنا كاينه، بصح القو زايد مليح، مناش مليح من التراب والماء يجيو من جبل الفوق. عندنا كيما بو خلاف ما كانش في بلايص طول في توالم في مشونش، ما كانش هذا بو خلاف، هذا كاين في بنيان حوالي 20 كيلو ولا 25 كيلو متر من البنيان.